سعيد جدا ان الاكاديميه بتعمل مباريات، ودي بالنسبه لنا ربط ما بين الاكاديميه وقطاع الناشئين، وده الهدف اللي موجود في النادي سواء الكابتن محمود الخطيب. دور الاكاديميات ان هي تمد القطاع باللاعبين، وده اللي انا بعمله خلال الفتره اللي فاتت دي. بنزل اتابع التدريبات واتابع المباريات بتاعه الاكاديميه، وفي بعض اللعيبه عنينا عليها ومن ضمنهم الحارس اللي بيلعب دلوقتي، ده من ضمننا ان شاء الله هيبقى موجود معانا من الموسم القادم، وبعض اللعيبه كتبنا اساميها موجوده ان شاء الله. وانا بتابع على طول عشان اي موهبه تظهر تبقى احنا اولى بيها، لان هم في اكاديميه النادي الاهلي، والمباريات دي بتديهم ثقل. حتى التدريبات والمباريات خلال اللعب بياخدوا ثقل كبير وخبرات كبيره من خلال الاحتكاك. وان شاء الله اي لعيب موجود في الاكاديميه هو تحت المنظار، وهيعملوا معايشه مع فرق قطاع الناشئين، والبقاء يبقى الاحسن والاقوى ان شاء الله عشان نفيد النادي الاهلي للفتره القادمه. احنا عندنا في مصر الهرم كان مقلوب، يعني انت بتلعب برايم عشان تتعلم مش تدرب، يعني انت بتعلم ولد حاجه وعايز تشوفها، فما بتعمل منافسه في السن ده انت بتحرق اللعيب تحت ضغط المدرب، تحت ضغط النادي، تحت ضغط اولياء الامور، تحت ضغط المنافسه، كل ده بالنسبه لنا بتبقى امور صعبه جدا على الولد. لكن انا بشكر منطقه القاهره وعلى راسهم طبعا الكابتن حماده الشربيني والكابتن محمد حشيش وعيمن حسان، المجموعه دي بتشتغل كويس جدا الفتره اللي فاتت دي. ده بالنسبه لي زي المهرجان، وده حاجه كويسه جدا لان الولد ما عندوش اي ضغوط، كل الكسبان زي الخسران، في النهايه كله هيتكرم، ولكن يبقى ان انت بتستمتع بكره القدم، وده المطلوب في المرحلة السنية اللي هي التعليمية. المنافسات في سن فيما بعد من 15 سنة 16 سنة نبتدي ننافس، فده مش عايزين نستعجل على أولادنا عشان يبقى عندنا منتخبات قوية من الصغر مش من الكبر.